الوغ نسري اللوزي 30 سنه طالبه في شعبه الدراسات الاسلاميه. الوغ شنو كندير؟ كنديروا اعمال جمعويه في نشاطات مختلفه، كساسوا زعما اعمال اجتماعيه فنيه ثقافيه. الهدف منها هو احياء روح المواطنه الانسانيه، التعاون، التكافل الاجتماعي، محاربه الهدر المدرسي. الوغ المجال الاجتماعي صراحه هذه زعما سنوات وانا كنخدم فيه اوتون كو بينيفول، زعما من جمعيات زعما مختلفة. كيفاش جا القرار أننا نأسسوا جمعية مستقلة بذاتها مع واحد المجموعة اللي هي خاصة؟ لأن كنا كنبغيو نشاركوا في واحد الأنشطة، كيكونوا عندنا واحد الأفكار، وهذوك الجمعيات اللي كنبغيو نخدموا معاهم ماشي بالضرورة كيكونوا عندهم نفس الميول نفس الأفكار. من هو جات زعما الفكرة ديال التأسيس؟ مبدأ ديالنا أولا هو كنقولوا عوض بدل أن لعن الظلام أو بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة. يعني إحنا اليوم في المجتمع زعما كنساء كنشوفوا أن كاين بزاف ديال المشاكل كيعانيوا منها الناس، زعما ماشي المشكل غير المادي أو المشكل الهدر المدرسي أو زعما الثقافي أو المشكل الطبي، ولكن حتى المشكل ديال الثقافة، التعامل مع الإنسان، التعامل بيننا، التعايش بيننا، المسامحة، السلم، الإحسان. دونك احنا كنحاولوا زعما كنساء، احنا ان توكا نساء ورجال كنخدموا، ولكن كنحاولوا اننا نبرزوا ان المراه تقدر يكون عندها واحد الدور فعال في المجتمع، تقدر تعاون الناس، تقدر تمشي لمدن اخرى واخا في مناطق نائيه، تقدر دير واحد الخدمه اللي هي مهمه، تقدر تبدل شي حاجه في المجتمع. هو كاين واحد الفئه اللي كتقبلها وكاين واحد الفئه اللي كتحاربها، كيبقى الاساسي هو ان نكونوا مقتنعين بالمبادئ ديالنا، مقتنعين بالأفكار ديالنا. الا اقتنعنا بهم اكيد غنوصلوهم، اكيد غيوصلوا. يعني واخا اليوم وغدا الناس يقولوا لا، مراه كتخرج كتهضر، مراه كتمشي لمنطقه نائيه، مراه كدير واحد كتنظم واحد القافله، ولكن من بعد لا كولتور ديال الانسان كتبدل مع الوقت. الدعم كاين زعما سوغ تو لي بلان، كساسوا ماديا، اجتماعيا، نفسيا. كاينين دي بينيفول دون زعما دون تو لي سونس. يعني مثلا نقدر شي واحد نكونوا محتاجين ان كوتش، كاين ان كوتش بينيفول، ان بسيكو سوسيال، ان ميدسان. الدعم المادي حتى هو، يعني الناس اي حاجه كتشوف شي مبادره اجتماعيه غدار كيبغيو تيعاونوا، يعني هذا الشيء كاين الحمد لله. الرساله ديالي للمراه وزعما لجميع الناس هو ان الا بغى شي واحد يدير شي حاجه خليوه يديرها، ما تبقاوش توقفوا عليه كعقبه، ما نبقاوش نشوفوا الاخطاء ديال الاخر، نشوفوا الايجابيات ديالو، حيت هذوك الايجابيات هما اللي كيخليونا نوصلوا. يعني الانسان خاصنا نعاونوا الاخر، ماشي نقلبوا على ديفو ديالو ولا الاغلاط ديالو باش ننتقدوه، لان هذا ما كيزيدش بينا، بالعكس كيوقفنا وكيدير بزاف ديال المشاكل اللي ما عندهاش اصلا اساس وما عندها فاش تفيد حتى شي حد. يعني الانسان اللي عنده شي فكره يتوكل على الله، ياخذ بالاسباب ويمشي فيها، واكيد غيوصل داك الهدف اللي بغاه.